اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العمل. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والمال. Dear traveler, the message you're about to hear is a supplication that Prophet Muhammad, peace be upon him, used. يا ستة تعالوا، ألو ألو.
Bye.